أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما دلالات استمرار عمليات التغييب القسري في العراق ولمصلحة من تسير؟ ما الغايات السياسية من بقاء ملف المغيبين في العراق معلقا وما تداعياته الاجتماعية؟ رحب مركز جنيف الدولي للعدالة بمواصلة لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري ومطالبتها المستمرة للسلطات في العراق بتقديم المعلومات الكافية عن حالات الاختفاء القسري. وفي ضوء عدم رضاها عن المعلومات التي قدمتها السلطات في العراق، قررت اللجنة توجيه رسالة أخرى تؤكد فيها ضرورة تقديم تلك المعلومات وأن تأخذ في الاعتبار الإرشادات المحددة من قبل اللجنة للبحث عن المختفين قسريا. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام قضية الإخفاء القسري في العراق وأهداف الإخفاء القسري ودوافعه وأبعاده السياسية وتداعياته الاجتماعية في ضوء المطالبات المستمرة للجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري السلطة في العراق لمعالجة قضايا تغييب العراقيين قسريا. سيكون معي مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة كل من في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك أستاذ مصطفى معنا. أهلا بكم ومرحبا بمشاهديكم الكرام. أهلا بك. والأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية تنضم معنا عبر سكايب من عمان. مرحبا بك أستاذة إيناس. وأيضا الشيخ طامي المجمعي. أهلا بك أستاذة إيناس. وأيضا الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين سينضم معنا لاحقا عبر الهاتف. مرحبا بضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير. الإخفاء القسري، تلك الجريمة الكبرى التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ما تم ممارستها بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق. وللأسف تمارس هذه الجريمة في مختلف أنحاء العالم وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري وصفت الاحتجاز السري بالجريمة الخطيرة وقالت إنها تحدث حالياً في العراق، حيث يوجد ما لا يقل عن 420 مكاناً سرياً للاحتجاز حسب المعلومات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية حقوق الإنسان. كما جددت اللجنة مطالبتها للعراق بمعالجة قضايا الإخفاء القسري، داعية الحكومة الحالية في العراق إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو 1000 مدني اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد، وهم جزء من آلاف آخرين فقد أثرهم. مركز جنيف الدولي للعدالة رحب بمواصلة لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري متابعة هذه القضايا الخطيرة في العراق ومطالباتها المستمرة للسلطات العراقية بتقديم المعلومات الكافية عن حالات الإخفاء القسري في البلاد. ويرى المركز أنه بالنظر لعدم رغبة السلطات العراقية المتكررة في تنفيذ توصيات اللجنة، يحث المركز كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة على الشروع في إجراءات أكثر وضوحاً دعماً لضحايا الانتهاكات وهم بالملايين. بينما أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق في وقت سابق على أن ظاهرة الإخفاء القسري هي محض انتقام منظم يعزز من الصورة النمطية السائدة للسلطة القائمة في البلاد وعدم قدرتها على حماية مواطنيها. مراقبون أكدوا أن سجل العراق في مجال حقوق الإنسان هو سجل مرعب ولا يلوح في الأفق أي تقدم أو تحسن فيه، حيث يعاني العراقيون من انتهاكات جسيمة ومدمرة لحقوق الإنسان، أبرزها الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج إطار القضاء والإخفاء القسري، فضلاً عن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، الأمر الذي يسمح بالمزيد من هذه الانتهاكات الجسيمة وانعدام الأمن والاستقرار في البلاد. إذن أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، ما هي رؤيتك لقضية الإخفاء القسري في العراق المستمرة عندما تطلب اللجنة التابعة للأمم المتحدة لجنة الاختفاء القسري
تطالب السلطات في العراق بالمعلومات الكافية عن المغيبين العراقيين وهم بالألاف، يأتي الرد بما لا يتوافق مع رضا اللجنة. ولكن ثمة دلالات بالتأكيد لهذا الرفض أو هذه التغطية على المعلومات الخاصة بالمغيبين قسريا في العراق، ما هي رؤيتك لهذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو هناك منهج دائم في كل سلطات هذا النظام الإجرامي الذي أوجده المحتل الأمريكي والإيراني في العراق بعد غزوه عام 2003. هناك منهج دائم في التزييف وفي التغطية على الحقائق وفي عدم تقديمها إلى المجتمع الدولي وفي ابتزاز المنظمات الإنسانية وطبعا والحقوقية. وطبعا هناك يعني تاريخ كما قلت في هذا الأمر ليس جديدا، الذي شهدناه في هذا التقرير الأخير الذي أعلنته لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والموقف الحكومي من هذا التقرير. هذا أمر ليس جديدا، لأن كما قلت هناك تاريخ في هذا الإطار. لكن موضوع الإخفاء القسري موضوع ينبغي أن نحيط ببعض الجوانب الأساسية فيه. يعني أولا، أن ظاهرة الإخفاء القسري هي ظاهرة عامة تشترك فيها كل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتحقيقية والميليشيات وإلى آخره، فهي ليست منحصرة بجهة دون أخرى. أيضا حتى الجهات السياسية، وطبعا هذه كلمة سياسية هي بين قوسين، لأن الجهات التي توجد في العراق ليست بالمعنى المتعارف عليه، أقصد الجهات السياسية التي تسمي نفسها سياسية عفوا في العراق، ليست بالمعنى المتعارف عليه في العالم من حيث وجود أحزاب ومؤسسات تنظيمية ومكاتب مهنية أو نقابات أو إلى آخره. لكن هذه الجهات التي تسمي نفسها سياسية في الحقيقة هي مشتركة في ممارسة عمليات التغييب والإخفاء القسري، إما بشكل مباشر كونها تمتلك ميليشيات وكونها تمتلك مراكز احتجاز وكونها تمتلك لجان تحقيق. هذه الميليشيات تقوم بخطف المواطنين وقتلهم أيضا. يعني أنا أنبه أو أشير إلى أخبار كثيرة أو قصص كثيرة تتحدث عن وجود مقابر جماعية هنا وهناك على امتداد الخارطة العراقية. ومثلا معتقل مطار المثنى التابع لحزب الدعوة، وهناك معتقلات أخرى. يعني أنا أذكر قبل سنوات طويلة وجدت العديد من الجثث في مقر للمحكمة الشرعية كما تسمى، التابعة للتيار الصدري في النجف في بدايات الاحتلال. وبالتالي فهذه العملية تشترك فيها كما قلت جميع الجهات السياسية، إما بشكل مباشر بسبب هذه الأحداث التي ذكر أو الوقائع التي ذكرتها من كون لديها ميليشيات ومراكز احتجاز ولجان تحقيقية وإلى آخره، وإما بشكل غير مباشر من خلال سكوتها على هذه الظاهرة المتنامية في العراق والتي تحدثت عنها لجان الأمم المتحدة بقولها أن هناك 420 موقع للاحتجاز السري في العراق. هذه غير المعتقلات الرسمية في مراكز الشرطة، في مواقع مستشارية الأمن الوطني، ميليشيات أخرى إلى آخره. اسمح لي أستاذ مصطفى أن أنتقل للسادة إيناس زايد. سادة إيناس، يعني الناشطة الحقوقية، مرحبا بك مرة أخرى. وجود أكثر من 420 محتجزا سريا بحسب المعلومات التي قدمتها مفوضية حقوق الإنسان، يعني كيف تنظرين إلى هذا الأمر وإلى أي مدى يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية؟ نعم، مساء الخير لك يا دكتور ولكافة المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. يعني فعليا جريمة الإخفاء القسري وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت بأن الهجوم واسع النطاق أو المنهج الموجه ضد سكان مدنيين محددين وبصفة ممنهجة اختفاء قسريا، وهو يعتبر أيضا جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي هو يترتب عليه عدة آثار قانونية مهمة، أهمها بأن هذه الجريمة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمن، بالإضافة فهي توجب على
الدولة التي يقع تحت ظلها الإخفاء القسري بأن تقوم بإنصاف المدنيين وتعويض الضحايا وأهاليهم وذويهم عن هذه الجريمة الممنهجة. لذلك نحن نشدد، يعني مسألة الإخفاء القسري في العراق هي مسألة تجاوزت الحد المعقول. هناك بعض الدول التي يوجد فيها حالة ربما واحدة أو اثنتان من الإخفاء القسري، ولكن نحن نتحدث عن آلاف من المدنيين مختفين قسريا منذ سنوات في العراق. لا يوجد هناك أي تحرك رسمي من قبل الدولة حيال هذا الأمر، وأيضا لا يوجد رجع لإيقاف هذا العدد من التزايد مع الزمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة بمجرد اتفاقية حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا تقع على مسؤوليتها البحث والتحري عن هؤلاء الأشخاص والإبلاغ عنهم والتواصل مع ذويهم، وهذه الواجبات كافة لا تقوم بها أبدا الحكومة العراقية أو الجهات الرسمية في العراق. عدا عن ذلك، فهناك إهمال واضح في هذا الملف من الجانب القضائي. لا يوجد هناك أي جدية في التعامل مع المسألة، وكأن الاختفاء القسري أصبح ظاهرة طبيعية في العراق اليوم، على الرغم من أن هذه الجريمة هي جريمة خطيرة جدا، وقد أسس فريق خاص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة معني باستقبال الشكاوى من قبل كافة الأشخاص المعرضين أو الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو حتى ذويهم. لذلك فنعم، هذه الجريمة على قدر عال من الخطورة، على قدر عالي من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة، ويجب أن يكون هناك تحرك رسمي فوري من أجل أن يتم تدارك هذا الأمر. نعم سيدة الناس، ابقي معي لو سمحتي، سأعود لك مرة أخرى. ينضم معنا الشيخ طامي المجمعي، المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين. شيخ طامي، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم، تحية لك ولجميع ضيوفك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك شيخ طامي. شيخ طامي، من الذي يقوم بعمليات التغييب القسري والإخفاء القسري في العراق؟ هل لديكم معلومات أو أرقام عن المغيبين قسريا؟ صراحة هو ما يخفى لا عليك ولا على جميع المواطنين العراقيين، اللي خاصة المحافظات اللي تم تغييب أولادها ونسائها ورجالها، مثل محافظة صلاح الدين والأنبار والموصل وكركوك وديالة وأطراف بغداد ومنطقة جرف الصخر. يعني أنا حسب المعلومات اللي عندي، هاي إحصائيات تقرير اللجنة الدولية للمفقودين من تاريخ 2003 إلى حد 2018 أو 2019، من 250 إلى مليون مقيب قسري، بين مقيب وبين شهيد وبين مخطوف وبين معتقل. يعني بالنسبة للي هذولا ما معلومين إذا كانوا معتقلين أو غير معتقلين، من المحتمل يعني جزء قتلوا. هاي الإحصائية اللي موجودة، لكن أنا أحكي لك على الإحصائيات اللي موجودة عندي. في محافظة صلاح الدين أكثر من 16 إلى 25 ألف مقيب قسري من تاريخ 2014 إلى تاريخ 2019. يعني هذول اللي موجودين مقيبين. في ناحية تعداد سكانها بحدود 100 ألف نسمة، أكثر من 1200 مقيب، وهذول تم تقييبهم بشكل علني أمام الأجهزة الأمنية وأمام أنظار العالم. يعني كيف تصف موقف الحكومة من عمليات التغييب القسري؟ كيف تصف موقف الحكومة من عمليات التغييب القسري ومجالس المحافظات؟ ما هو دورهم؟ هي الحكومة أصلا شريكة بالتغييب القسري والاختطاف والمفقودين، لأن هم اللي يختطفون بالناس ويعتقلوهم. هم قسم تابعين بالأجهزة الأمنية وقسم ميليشيات تابع الفصائل المسلحة، اليوم تنتمي لجهة الدولة وشرعت قانون سيء الصيت اللي هو قانون الحشد، اللي يدعون به قانون قوات أمنية تابعة للرأس الوزراء، هي أصلا سبب بلاء العراق من تاريخ 2003 إلى حد الآن. يعني هي اللي تقود الميليشيات وهي اللي تقود كل العمليات التهجير والتقييب القسري والاعتقالات والاختطاف اللي دي يصير، سواء كان من البصرة إلى حدود الموصل.
نعم شيخ، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ مصطفى، عندما تتحدث لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري عن احتجاز سري تصفه بالجريمة الكبرى يجري في العراق، يعني ما هي دوافع الاختفاء القسري؟ ما هي الغايات السياسية؟ أنا قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، ألتقط من حديث الأخت إيناس إشارة بالغة الأهمية هي تحدثت عنها. هي قالت أن هذا الإخفاء القسري أصبح كأنه حالة طبيعية في العراق. هذه نقطة بالغة الأهمية يجب أن نلتقطها ونتحدث بشأنها. أولا، أن هذا التغييب والإخفاء القسري هو ليس حالة استثنائية أو شاذة تمارسها جهة محددة كما قلنا، وإنما هو منهج معتمد يجري تنفيذه بشكل مخطط ومبرمج له ومنظم. ومنذ احتلال العراق، والمحتل الأمريكي هو أول مسؤول عن هذا، لأنه هو أول من قام به ومارسه. هناك كانت عمليات اختطاف ومداهمات عديدة قام بها المحتل الأمريكي فور احتلال العراق، وغيب بموجبها الكثير من أبناء العراق لأسباب عديدة. النقطة الثانية، موضوع الجهة القضائية. الجهات القضائية في العراق تمارس هذه العملية أو تغطي عليها من خلال منح القائمين بها حصانة، تمنحهم فرصة الإفلات من العقاب من خلال التستر على هذه الجرائم التي تحدث. وكل هذا يعني يعطينا فكرة عن طبيعة ما يجري في العراق من عمليات تغييب قسري. هذه النقطة مهمة أيضا. النقطة الأخرى، هذه الجريمة، جريمة الإخفاء القسري التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة كبرى تحدث في العراق، وكما قالت أن هناك 420 مركز احتجاز كما تفضلتم، هذه الحقيقة مرتبطة بما هو أكبر من مجرد، هي ليست حالة فنية محصورة بعملية التغييب القسري فقط بقدر تعلق الأمر بالقائمين بها، وإنما هي مرتبطة بمجمل أشياء عديدة. أولا، هي مرتبطة بمذكرات القبض الوهمية أو الكيفية غير القانونية. هي مرتبطة بحالة الانفلات الأمني والميليشيات التي تمارس عمليات الاعتقال دون ضابط ودون رادع وإلى آخره. هي مرتبطة بعمليات القضايا المخبر السري وما يتعلق بها، بالإعدام خارج القضاء. هي متعلقة بالمعتقلات السرية التي لا يوجد هناك رقيب بشأنها ولا حسيب. هي كل هذا مرتبط بما هو أيضا بما هو أكبر من مجرد هذه الجرائم. هو مرتبط بالدوافع الطائفية التي توجه نحو جزء أساسي من شعب العراق، وهم العرب السنة في العراق بكل صراحة، لأن هذه المحافظات التي تمارس فيها هذه أو مورست فيها هذه العمليات الإجرامية هي بالدرجة الأولى محافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين وجرف الصخر ونينوى والتأميم العويجة وما حولها. هذه محافظات ذات طابع مذهبي معين. أنا حقيقة أكره الحديث في المكونات والطائفية، ولكن نتحدث عن دوافع طائفية لهذه الميليشيات التي تتولى القيام بهذه الجرائم. القضية الأخرى أيضا، هناك مسألة التغيير الديموغرافي الذي يستهدف مواقع معينة، وخصوصا في حزام بغداد الجنوبي وفي حزامها الشمالي متجها إلى سامراء. كل هذه يعني عمليات مرتبطة بمخطط التغيير الديموغرافي أيضا لدوافع طائفية ولدوافع سياسية. هناك دافع آخر، وهو الدوافع السياسية ضد حواضن المقاومة الوطنية العراقية. هذه المقاومة الوطنية العراقية التي حقيقة أذلت المحتل وأوجدت حالة من الشعور الوطني الرائع ضد هذا الاحتلال البغيض،
يجري الانتقام منها بشكل كبير من خلال عمليات واضحة في عمليات التغييب القسري. يعني عندما نذكر أن محافظة صلاح الدين نعم، سواء في الدور أو في تكريت أو في بيجي، حدثت العديد من عمليات التغييب القسري وعمليات القتل الجماعي، ونكتشف يوما بعد آخر ربما بعض هذه المقابر التي تحوي جثث هؤلاء المغيبين. عندما نتحدث عن منطقة الفلوجة، عن الصقلاوية، عن عامرية الفلوجة، عن الأنبار، عن الرمادي، يعني عموم مدن الأنبار، ليس فقط الرمادي والفلوجة، وإنما باتجاه أعالي الفرات، كل هذه مناطق جرى مخطط التغييب والإخفاء القسري فيها، لأنها هذه مواقع أساسية وحواضن أساسية للمقاومة الوطنية العراقية. عندما يجري التغييب القسري في جنوب بغداد، في المحمودية واللطيفية والإسكندرية واليوسفية، وصولا إلى جرف الصخر. جرف الصخر، هذا الجرح العميق الذي لا يوجد له حل. يعني كل الجهات السياسية والأمنية التي تتحدث في العراق عاجزة عن الدخول إلى جرف الصخر. يعني أنا أذكرك بخبر نشر قبل سنوات، ربما في 2017 أو 18، وزير الداخلية في النظام توجه إلى منطقة جرف الصخر وحيل دون دخوله إلى هذه المدينة أو إلى هذه المنطقة التي يعني ما يزال كلها تصب في خانة عدم السماح بالحصول على المعلومة. يعني السلطات في العراق تغطي على المعلومات ولا تقدمها إلى الجهات الأممية المعنية. هذا أمر مؤكد، وكما قلت هو منهج مستمر يحدث في كل انتهاكات حقوق الإنسان. يحدث في الاعتقالات، يحدث في مذكرات القبض الكيفية. على سبيل مذكرات القبض الكيفية، أنا نشرت قبل سنوات وثيقة من إحدى الجهات الأمنية في العراق تتحدث عن اعتقال إصدار مذكرات قبض بالاسم الثنائي، يعني أحمد إشهاب، علي حسين، فلاح حسن، والكثير بهذه الأسماء. وهذه كما يعرف العراقيين كما يعرف العراقيون منتشرة بشكل كبير بين أبناء الشعب. إذن تبدأ من المخبر السري، تبقى العملية مذكرات القبض تعمل ويلقى القبض على أسماء متشابهة حتى بعد أن يلقى القبض على الشخص المقصود أو تغلق القضية. وبالتالي هنا يعني هناك خطوط حمراء كثيرة تحت القضاء، يعني القضاء في العراق. قبل سنسأل فيها قبل عدة سنوات، نقطة أخيرة، قبل عدة سنوات اعتقل عشرات من أبناء أو ربما مئات من أبناء غرب بغداد أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الذي عقد في قبل سنوات في العراق. إلى الآن بعض هؤلاء مغيبين لم يطلق سراحهم. إذن نتساءل هنا يعني عن القضاء ودوره. نسأل الأستاذ إيناس، ولكن بعد أن نشاهد سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير عن الإخفاء القسري في العراق. إذن شاهدنا سويا هذا التقرير، وبالعودة للأستاذ إيناس زايد. أستاذ إيناس، يعني عندما تبدأ عملية الإخفاء القسري بخطوة المخبر السري
لتكون فيما بعد اعتقالات تعسفية ثم تعذيب داخل المحتجزات وسوء معاملة، ثم بعد ذلك تتطور إلى تغييب المواطنين العراقيين من مناطق بعينها. هنا دور القضاء، نتساءل عندما يقوم القضاء بالتغطية على عمليات الإخفاء القسري من الناحية القانونية، كيف يمكن يعني النظر إلى موضوع تغطية القضاء وتسييس القضاء لصالح أجندات معينة تعمل على تمرير مشروع التغيير الديموغرافي؟ يعني هو عندنا مسألة عدم استقلالية القضاء في أي دولة، هي وإن كانت يعني مشكلة بحد ذاتها إلى أنها أيضا تعتبر مسبب أساسي لارتكاب المزيد من الجرائم وأيضا من نظرية الإفلاس من العقاب. عندما نتحدث عن أن القضاء غير مستقل أو حتى هناك جهات تتدخل بقراراته أو في صلاحياته، فعندما نتحدث عن هذا الوضع بالتأكيد هذا الأمر يقودنا إلى المزيد من الجرائم والتي من ضمنها جريمة الإخفاء القسري. وأريد أن أنوه هنا دكتور سمير إلى مسألة أو نقطة قانونية جديدة بالحديث عنها، وهي أن الإخفاء القسري وفقا لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري هي ليست فقط اختطاف الشخص من قبل الدولة أو منظمة سياسية داخل الدولة، هي أيضا من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من الدولة أو الحكومة في تلك الدولة. ولذلك فإن الإخفاء القسري وإن كان جريمة مستقلة بحد ذاته إلى أنه أيضا نتيجة لجرائم أخرى وللعديد من القرارات غير المسؤولة التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية، وهذا الأمر غير خافٍ على أحد، لأن يعني على سبيل المثال الاختفاء القسري هو نتيجة حتمية لقيام الحكومة بإعطاء تفويض لبعض الميليشيات وبعض الجهات المسلحة لترتكب جرائم قتل في العراق، ووجود تنسيق معها من أجل يعني دخول بعض المناطق وتهجير الأشخاص قسريا منها ومنع أشخاص آخرين من العودة إلى ديارهم، كما تحدثتم وتحدث ضيفك الكريم قبل قليل في مسألة جرف الصخر. أيضا يعني الشخص أو الجهة التي أعطت الحق لهؤلاء الأشخاص للولوج إلى العراق ولوجودهم بين المدنيين لتصفية حسابات معينة أو حتى لارتكاب جرائم قد تكون من أجل يعني إعدام بعض الشخصيات خارج نطاق القانون والتخلص منهم لآرائهم السياسية ربما أو لحتى لاختلاف عرقهم باختلاف مذهبهم أو ديانتهم، هذا الأمر كله يؤدي بالنتيجة إلى فكرة وجود الاختفاء القسري، وهو أيضا نتيجة لعدم استقلالية القضاء كما ذكرت لك قبل قليل. هذا الأمر يؤدي إلى أمن المجرم من العقاب، لا يوجد هناك عقاب وبالتالي يفعل المجرم ما يحلو له، وأيضا يفقد المدنيين الثقة في القضاء، لأن اليوم عندما تتحدث للعراقيين وتتحدث معهم المدنيون في الشارع. نعم الآن المدنيون سادة إناس فاقدون للثقة بالقضاء في العراق، ذوي المعتقلين ذوي المغيبين يريدون أن يصلوا إلى خيط لذويهم ولكنهم لا يصلون ولا يعرفون. و هنا في هذه الحالة إذا كان القضاء مسيس وإذا كانت اللجان التابعة للأمم المتحدة تتحدث عن أو تطالب السلطات في العراق عن معلومات بشأن المغيبين ولكن لا جدوى، ماذا على ذوي المغيبين من أمور قانونية ربما تصل بهم إلى خيط لذويهم وهم تحت سطوة وسلطة ميليشيات مسلحة؟ يعني القانون الدولي في هذه الحالة يقول بأنه إذا تم استنساخ كافة الوسائل الداخلية، طبعا الوسائل القانونية الداخلية في الدولة، ولم يتم الوصول إلى العدالة، لم يتم الوصول إلى إنصاف المدنيين، في هذه الحالة يحق لهؤلاء الأشخاص اللجوء إلى الآليات الدولية لإنصافهم. ولكن عندما نتحدث عن الآليات الدولية فهي تحتاج أكثر من أمر. يعني اليوم عندما نتحدث عن مثلا المحاكم أو اللجان المتفرعة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نحن نتحدث عن وجوب أن تقوم العراق بمصادقة على قرارات الصادرة عن المحاكم الدولية حتى تنفذ بداخلها، وبالتالي فإن أي شخص
من العراقيين يقوم برفع دعوى دولية أو خارج العراق لا يلزم هذا القرار الدولة العراقية بشيء، إلا أنه ربما يكون من باب يعني القرار المعنوي الذي يطفي الحق على هؤلاء أو لهؤلاء الأشخاص ويجرم الحكومة العراقية. نحن نقول دائما كقانونيين بأن التوثيق مسألة التوثيق مسألة مهمة، لأن هؤلاء الأشخاص قد ربما يعني حاليا ربما لسنوات لم يتم التطرق الى قضاياهم، ولكن المساله التي اشرت اليها في بدايه كلامي بان جريمه اختطاف القصري لا يمكن ان تتقادم يجعل ملفات هؤلاء الاشخاص دائما مفتوحه ودائما مطروقه، ولا يوجد ابدا زمان او حتى مكان من الممكن ان يتوقف فيه عن يعني المطالبه بتلك الحقوق. لذلك انا اتحدث للضحايا او اهالي الضحايا ضحايا الاختفاء القسري بان يتوجهوا الى القضاء الدولي اذا سمح الامر، او الى اللجان المتفرعه على العهد الدولي الخاص بحقوق المدنيه والسياسيه، او الى الفريق العامل المعني بتقضي الشكاوى المتعلقه بالاختفاء القسري. وربما قد تكون هذه المحاولات كلها محاولات يعني معنوية، أو قد تكون هنا لا يوجد هناك ما يلزم دعنا نقول الحكومة العراقية بأن تقوم بفتح تلك الملفات أو الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص، إلى أن الضغط الدولي المستمر يضع الحكومة العراقية في موقف محرج، ووقتها أو يعني في ذلك الوقت من الممكن الحديث عن انفراج في هذا الملف، وأيضا كشف بعض الحقائق المتعلقة بمن الذين قاموا بهذه الجرائم. اسمح لي أستاذ ناس، سوف أعود إليك مرة أخرى. الشيخ طامي المجمعي، بالعودة إليك مرة أخرى والمعذرة على الإطالة لانقطاع الخط، يعني شيخ، هل هناك جسور تواصل بينكم بين شيوخ العشائر واللجان المعنية بالإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة، اللجان المعنية بمكافحة التعذيب داخل السجون؟ هل ثم التواصل مع جهات دولية بعد أن أصبح العراق بعد 19 سنة ساحة للإخفاء القسري؟ صراحة قبل لا أجيب على سؤالك، عندي بعض المقابر الجماعية اللي تم تقييمها اللي حكى عليها الأستاذ مصطفى، يعني في محافظة صلاح الدين، يعني بعض وسائل الإعلام والنظمات كتبت بأن هناك أكثر من 700 مقبرة جماعية في المحافظات اللي تم تحريرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي. لكن في الحقيقة هي الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة الميليشياوية اللي قسم منها يضمها قانون الحشد الشعبي، وقسم منها خارج القانون، وقسم منها تنتمي إلى جهات سياسية خارجية، هي أكثر من 67 فصل، فهم متواجدين ب 15 محافظة. كل فصيل هذا عنده أكثر من سجن بالمحافظة. إذا نقسمها على عدد المحافظات، 15 محافظة في 67 تطلع أكثر من 1000 سجن، مو مثل ما حسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة يعني أكثر من 400 وكسر معتقل أو سجن سري أو كذا خارج إطار الدولة. لا، أكثر من 1250 سجن موجود في عموم محافظات العراق، هذا تابع إلى فصل ميليشياوي تابعة إلى دول الجوار. هذا نور السجون والمقابر الجماعية اللي تم الثور عليها، والآن لا زال مقبرة تم الكشف عنها، مقبرة شالي في ناحية العراقي اللي يضم أكثر من 20 رفة من مجلسهم، واللي نحفظها وحاولنا بكل الطرق، وعرفت مؤسسة الشهداء والمقابر الجماعية عن حفرة لعد وجود تخصيص مالي. نعم، إذن شيخ ابقى معي لو سمحت. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير عن عمليات واستمرار عمليات التغييب القسري داخل العراق وتداعياتها. مع هم ومعاناة التهجير والنزوح، ثمة هم آخر ومعاناة أكبر وأعظم، هي فقد الآباء والأبناء دون معرفة مصيرهم في عراق ما بعد الاحتلال، حيث تجري فيه عمليات الإخفاء القسري دون حسيب ولا رقيب في ظل الإفلات من المساءلة والعقاب.
11 واحد بس من عندنا خذوا، ما ندري وين اخذوهم. هسه انا اريد اشتري هدوم للمدرسه، ما عندي حتى المدرسه ما يسجلون الا ابويا. هنا ولدنا خذوه، ما حد نعرفهم مصيرهم، ميتين طيبين ولا حد داعبين، لا محافظ لا غيره لا حكومه. لحد الان ماكو اي مطالبه معكم من الحكومه، ما ادري هم ميتين طيبين. يريدهم ميتين يقول ميتين، مسجونين يقول مسجونين. يريد واحد يجي من اي جهه من الحكومه يجي يقولنا عليهم. انا ابني صار اليوم سنتين ونص ما عنده لوين بيجيها، ما دي ميت ما دي طيب. و2000 من 2016 حد ما عنده لوين مفعول، ما اعرفه ميت ما دي طيب. اخذهم الشرقة نساء فقدن ازواجهن وابنائهن دون ان يعرفن شيئا عنهم، وسط صمت حكومي تجاه تلك العائلات التي تعيش على امل عودة اولئك المغيبين. زوجي وحمواي كلهم فقدت، يعني ابرياء كل شيء ما عندهم، يعني انفقد وما ندري بهم وين ما وين. يعني نريد الدولة يعني شوفوا شو تسوي لنا شارع على هالمفقودين. صار لهم 4 سنين ما ندري بهم وين ما وين. هذا زوجي المفقود وحمواي واخوتي كلهم فقدت، ما ندري بهم وين ما وين. احنا ولدنا مفقودة، اللي ابن عمي واللي زوجي واللي اخواني ثلاثة، هم هالثلاثة، ظل غير ابويا شايب. العوائل لا لها معاش لا لها شيء، اللي مريض ما نقدر نوديه حتى على المستوصف، وحالتنا مبهدله وقاعدين جوا قواني. الله يقبلها، لا حكومه اللي تصد علينا لا حد اللي يصد علينا، مبهدلين اليوم 4 سنوات لا معاش ولا مرات نبات بدون عشاء. الميليشيات التي اعتقلت وخطفت العراقيين دون خوف ولا وجل برعاية الحكومات المتعاقبة والسياسيين الذين لم يقدموا شيئاً لذوي المغيبين، بل تركوهم للفقر والمعاناة والألم. ولدنا مفقودين اليوم صارهم 4 سنين، ما أدري هم ميتين ودري حيين، لهم دواعش لا عندهم أي شيء، لا عندهم شيء، شان ما صار بهم ما صار. والله لا حلبوس قدم لنا شيء ولا كل شيء، هلا حالتنا سريد وس ولدنا، ما نريدهم ميتين حيين. كهرباء ماكو، مي ماكو، شيء ماكو، اداره ماكو، ما شفنا مسؤول بالدوله وقف وقال هذول شنو هاي الناس، شنو معاناتها، شنو هاي الناس، هاي الارامل، شنو هاي الاتامه. يعني من لحد الان هسه ما نريد معاناتهم، ما نريدها، نريد بس يثبتون مصير اولادنا وين. جريمه الاخفاء القسري مستمره في العراق رغم مطالبة المنظمات الدولية بضرورة إجراء تحقيق عاجل بتلك الجرائم والانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. والله يا بجوع وعطش وضيم وفراق، ولدنا راحة وما ندرهم وين ما وين. تدري غلاءة الظن إشنو؟ ولادي ما لي بهالدنيا غيرهم ثلاثة، قبل راح لي واحد عمره 17 سنة وثلاثة خذوهم، وولد عم الحج 5 وولد أخوه 3 ولو حيد. إلى هالساعة خبر يجينا حياك شذب، ما احنا متأكدين على الحقيقة. وما هذه العائلات المنكوبة إلا جزءا من آثار عمليات الإخفاء القسري، لتبقى التساؤلات في عيون الآباء والأمهات والأطفال عن مصير ذويهم المجهول. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وهذه الحلقة التي نضع فيها تحت الضوء قضية مهمة، قضية الإخفاء القسري في العراق واستمرار هذه القضية. أستاذ مصطفى، ماذا قدم سنة السلطة لذوي المغيبين، المغيبين من محافظات بعينها؟ أنا قلت أن هؤلاء هذه الجهات السياسية مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الجرائم. مباشر بمعنى أنها هي تنفذ عمليات الانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات الاختطاف والتغييب القسري، عمليات التعذيب إلى آخره، وبشكل غير مباشر من خلال سكوتها عن هذه الجرائم. كما تعلم هناك دعايات انتخابية تحدثوا فيها عن جرف الصخر وعن عودة المغيبين هناك المفقودين. نعم، منذ أكثر من 10 سنوات أو ربما منذ 15 سنة نحن نسمع الكثير من هذه الادعاءات الفارغة،
وابتداء سوق بعض الساسة أو بعض الشخصيات التي تدعي تمثيل العرب السنة في العراق تدعيها زورا، شخصيات أو جهات سياسية سوقوا وسوغوا مشاركتهم في المشروع السياسي الاحتلالي بالدفاع عن أبناء هذا المكون في العراق كما يسمونه، يعني مكون العرب السنة. بعد كل هذه السنوات، بعد هذه 19 سنة من المعاناة الهائلة التي وجدها العرب السنة في العراق، لم ينبغي أحد من هؤلاء الذين ادعوا أنهم يمثلون العرب السنة في العراق أو الذين قالوا أننا نشترك في العملية السياسية لأجل الدفاع عن حقوق العرب السنة في العراق، لم ينبغي أي منهم للحديث عن مشاكل العرب السنة أو استحصال حقوق هؤلاء الذين يدعون تمثيلهم. هؤلاء فقط يعني يتسلقون على معاناة هؤلاء، وهذه اللقطات التي أظهرها تقريركم قبل قليل لحشد كبير عدد من النساء والأطفال يعني مبكية حقيقة، وتجعل القلب يعني يبكي ويتقطع ألما نتيجة هذه المعاناة، بينما هؤلاء الذين يتسلقون على معاناتهم ويتحدثون باسمهم ويتاجرون بمآسيهم ينعمون بكل الخيرات وبكل المبالغ التي يستحصلونها من هذا الطرف العربي أو من ذاك الطرف الدولي أو ربما حتى من تخصيصات بحصة من الموازنة، والجميع يعلم أن هؤلاء كاذبون. يعني السلطة عندما تعطي لهذا المسؤول أو ذاك المسؤول حصة من التخصيصات المالية باسم العرب السنة، باسم النازحين، باسم كذا، حتى باسم لجان تحقيق إلى آخره، هذه كلها عملية مزايدة وعملية ضحك على الذقون وتسلق على رقاب هؤلاء وعلى مآسيهم. طيب سيد مصطفى، أستاذ إيناس، بالعودة إليك، هل ثمة خطوات تنوون تنفيذها، تنوون يعني السير عليها كمحامين عرب، يعني اتجاه ما يجري في العراق من عمليات إخفاء قسري مستمرة بشهادة الأمم المتحدة وشهادة اللجان الحقوقية والمنظمات الحقوقية؟ يعني كحقوقيين وكمحامين نحن نتحدث دوما عما يجري في العراق، ليس فقط في مجال الإخفاء القسري ولكن أيضا في مجال التهجير القسري أيضا ومنع بعض النازحين من العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى حرمانهم من أساسيات ومقومات الحياة الأساسية في العراق. هناك العديد من الانتهاكات مع الأسف طبعا التي تحدث على أرض العراق، ونحن يعني عندما في كل مناسبة دولية فعليا تسمح يعني هو مسألة في غاية الأهمية، تطرق إلى موضوع العراقي لا يمكن أبدا فصله عن المكون العربي ككل. الشأن العراقي واستقرار حالة حقوق الإنسان في العراق هي مؤثرة على المنطقة بأكملها، ولا يمكن أبدا أن يقال بأن حالة حقوق الإنسان أو بقاء حالة حقوق الإنسان كما هي عليه في العراق هي مبشر بالخير للأجيال القادمة، لأن هناك جيل كامل اليوم مثلا على سبيل المثال مجهل في العراق، وأقول مجهل لأنه يراد له أن لا يتعلم، يراد له أن لا يلتحق بالمدارس، يراد له أن يتسلح. هناك تجنيد أطفال كبير في العراق، وهناك يعني جهات تستفيد من هذا الوضع فعليا، وهذا الأمر ما لا نريده أن يستمر. لذلك كلما يعني أتت الفرصة نتطرق في هذا الأمر في المحافل الدولية في مجلس حقوق الإنسان، نناشد ونقدم المطالبات من أجل الضغط على الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية، لأن هناك العديد من الاتفاقيات حتى وإن لم تكن العراق طرفا فيها إلى أنها أصبحت من الشرعة الدولية ووجب على الحكومة العراقية الالتزام بها. وهذا الأمر ليس فقط واجب علينا فقط كحقوقيين، وأيضا كل بموقع وكل شخص موجود في مكان يجب أن يطالب وأن يعلي الصوت من أجل أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي. أقول هنا بأن الحل ربما يكون سياسي أكثر مما أنه قانوني، من خلال قيام المجتمع الدولي بوضع العراق أو الحكومة العراقية تحت وطأة التزاماتها. يجب أن يكون هناك يعني استبدال لأي شخص
لا يجوز او يعني لا يريد التغيير الى الافضل، ويجب ان يكون هناك ايضا جديه في التعامل بهذا الامر. مع دون ذلك نحن نقوم بالتوثيق، نقوم برصد وتوثيق هذه الجرائم حتى لا تفقد الادله مع الزمن. ويعني الامر ايضا يشمل قيام الاهالي بالابلاغ عن حالات الاخطاء القصدي وتبليغ الجهات المعنيه والمنظمات المجتمع المدني الموجوده. شكرا استاذه ايناس. شيخ طامي الجمعي، بالتاكيد لعمليات الاخفاء القسري واستمرارها تداعيات على المجتمع العراقي، هل ثمه تداعيات تصفها لنا من خلال التقرير الذي عرضناه الذي يصف جزء يسير من الحاله الماساويه التي يعيشها ذوي المغيبين؟ صراحه بالنسبه لذوي المغيبين اللي موجودين بالمحافظات اللي تم تغييب اولادها تغييب قسري من قبل الميليشيات وجماعات تنتمي الى الاجهزه الامنيه في تلك المحافظات والجهات السياسيه اللي اليوم تقود الدوله. بالنسبه لوضعهم الماساوي حسب التقرير اللي شفته وحسب ما انا عايشه، لان انا تدري متواجد وبين اهلي وناسي، يعني حالتهم يرثى اليها. وبالنسبه للمقابر الجماعيه اللي موجوده هسه، بالنسبه للحال وضع المفقودين، مثل انا ابني مفقود اليوم اريد اروح اروج له معامل بعد 5 سنوات حتى يمشون له راتب العائلة وكذا، راسا يتهموه الاجهزه الامنيه بان هو داعشي وما يمشون له لا راتب ولا عبد، يعني في بمعنى بين قوسين بان هذا راح في طي النسيان، لا هو اخذ حقوق ولا هو اعتبر شهيد ولا اعتبروه موجود معتقل حتى يحاكمونه اذا كان هو مرتكب جريمه او كذا. يعني هاي بعض الحالات اللي تمر على بعض عوائل المفقودين او المغيبين قسريا في بعض المحافظات. وقسم منهم بعض اشتكوا بالمحاكم الموجوده بالمحافظات وكذا. هاي الميليشيات قامت على اجبارهم وتهجيرهم من المنطقه الى اقليم كردستان او خارج العراق، حتى ما يراجعون عليهم، حتى ما يسجلوهم في منظمات دوليه او في الحكومه العراقيه اللي تدعي بان اكو استحقاق للمواطن العراقي اللي يعتبر المواطن العراقي في محافظاتنا من الدرجه العاشره. حسب ما اليوم على التواصل الاجتماعي احد المرتزقه من الميليشيات يصف اهل تكريت بانهم درجه عاشره. شكرا لكم شيخ طامي المجمعي. استاذ مصطفى، في دقيقه واحده لو سمحت، من وجهة نظرك هل ستلقى هذه المطالبات للسلطات العراقية، سلطات في العراق، مطالبات الأممية بالكشف عن ما يجري داخل السجون والمعتقلات السرية، بالكشف عن قضايا الإخفاء القسري، هل ستلقى أذانا صاغية؟ شوف، أنا أجزم أن أي معالجة لهذا الموضوع غير موجودة، وإن كانت هذا الموضوع ولكل انتهاكات حقوق الإنسان، وإن وجدت وهذا افتراض خيالي فهي دعائية وإعلامية وشكلية لا قيمة لها. كل المعالجات وكل التقارير الدولية قاصرة، طبعا لا يوجد أي استجابة، بالعكس أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في نظام بغداد أحمد الصحاف تحدث عن إشادة في الوقت الذي تتحدث فيه الأمم المتحدة عن هذه الجريمة الكبرى، هو يتحدث عن إشادة يقلبون الحقائق. إذن كل التقارير غير كافية، ولن تجد آذانا مصغية من السلطات في بغداد، وهي لا تعني شيئا لأنها لم تعالج، إذا لم تعالج كل جوانب المشكلة، وأولا هو المنهج السياسي والطائفي والإقصائي والاجتثاثي الذي يمارس منذ احتلال العراق وبشكل متعمد. إذا لم تعالج قضية فساد الجهات القضائية وتسترها على الجرائم، إذا لم يعالج وجود السلاح المنفلت ووجود الميليشيات التي هي يعني قانونية الآن، هذه الميليشيات قانونية وتتمول بالمال العام وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وهي تقوم بعمليات الجرائم التي ترتكب. إذا لم يتغير منهج التغيير الديموغرافي الذي والسكاني الذي يعتمد في العراق، كل هذه الدوافع التي قلنا عنها ضد حواضن المقاومة العراقية وغير ذلك كثير، موضوع التهجير ورفض عودة النازحين، كل هذه إذا لم تعالج ستبقى الأمور
الأمور يعني قاصرة، لا توجد تشريعات طبعا، لا توجد تحقيقات مع المتهمين، هناك إغلاق هناك إفلات من العقاب، لم تغلق مراكز الاحتجاز، لا توجد تعويضات. بالمناسبة هذا الأمر قديم، هذا ليس جديدا وليس مرتبطا بتنظيم داعش. يعني أنا أحدثك عن ملجأ الجادرية، كم عدد الذين كانوا مغيبين هناك دون أن يعرف أحد من أهاليهم بهم؟ هذا في العام 2004 و5 و6 أكثر من 420 محتجز سري تتحدث به المعلومات المقدمة. والشيخ طاني يقول أن هناك أكثر من 1000. نعم أيضا هناك تغييب وخطف للناشطين في ثورة تشرين، هناك تغييب وخطف للصحفيين والمثقفين. إذن هناك قضية أخرى، هناك مفقودون حتى من حرب العراق مع إيران في الثمانينات. إذن نحن بمناسبة اليوم العالمي للمقابر الجماعية الذي مر يوم أمس أو قبل يومين، نطالب السلطات هذه، العفو، نطالب المنظمات الدولية أن تكشف عن المقابر الجماعية التي ارتكبتها هذه الميليشيات الحاكمة والمتسيدة في العراق في كل أنحاء البلاد وخصوصا في المناطق الغربية والشمالية. إذن في ختام وفي جرف الصخرة هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا لك أستاذ مصطفى. ونشكر شكرا جزيلا الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية، شكرا أستاذة إيناس. والشكر موصول أيضا للشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين، شكرا لكم شيخ طامي. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.